اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربوننا صغارا، واحفظهم عند الكبر يا الله، واحفظهم عند الكبر يا حفيظ، وأعنا على الإحسان إليهم لعلنا بذلك نفوز برضوانك والجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إن لوالدينا حقا علينا نعجز عن قضائه إلا برحمة منك فأرضهم، اللهم أرضهم وارض عنهم، اللهم ارفع قدرهم، اللهم أعلي منزلتهم ودرجتهم، واجعل مأواهم جناتك ومستقر رحمتك، وأظلهم تحت ظل عرشك يا من لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك يا ذا العرش العظيم. اللهم اعف عنا وتجاوز عن إساءاتنا في حقك وحق والدينا، اللهم تجاوز عن إساءاتنا في حقهم يا أرحم الراحمين. اللهم اصفح عنا وعنهم، واجعلنا وإياهم من عتقائك من النار يا تواب ويا غفار. اللهم اجعلنا بوالدينا من البارين، ولا تجعلنا لهم من العاقين فنكون من المعذبين. اللهم الطف بنا وبهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم ارض عنا وعنهم، اللهم امنن علينا وعليهم بواسع رحمتك التي سبقت غضبك، يا من كتب على نفسه الرحمة يا رحيم ويا ودود يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لهم فيما تحب طائعين، اللهم اجعلنا لهم فيما تحب من الطائعين، ولأرحامنا من الواصلين، ولإخوتنا المؤمنين من المحبين يا أجود الأجودين. اللهم اغفر لنا ولأهلينا ولمن أوصانا بالدعاء وأوصيناه، ولمن أحبنا فيك وأحببناه، ولمن أوصانا بالدعاء وأوصيناه، ولمن أحبنا فيك وأحببناه، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى، واشملنا وإياهم بجميل عفوك، واغمرنا وإياهم بواسع رحمتك يا واسع الفضل والجود والمغفرة يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.